في مطلع ترنيمي بيقول: في يوم ميلاد المسيح لم تهتف الجموع، لم يمنحوا قصرا فسيح، لم يوقدوا الشموع، لم يفرشوا مهدا مريح، لم يعرفوا يسوع، لم يذكروا، لم يلحظوا، لم يقبلوا يسوع. وأنا اليوم بكل حزن عم اتساءل شو يلي تغير من 2000 سنة ليومنا الحاضر. اليوم كمان، اليوم في ذكرى الميلاد، في وسط ضجيج الأعياد، ما زال الناس هم وهم، الكبار أيضا والأولاد، يذكرون كل شيء ما عدا صاحب الميلاد. نعم نعم، توقد الشموع لكن ليست لاسم يسوع. نعم تهتف الجموع وليس لاسم يسوع. نعم تفتح الجيوب بسخاء للكل ما عدا يسوع. ونعم تضاء البيوت لكن خارجها يقف يسوع. أين أنت؟ أين أنت يا صاحب الميلاد من ميلادنا؟ أين أنت يا طفل بيت لحم من أطفالنا؟ أين أنت الله في الجسد ظهر من إيماننا؟ وأين أنت أيها المخلص من خلاصنا؟ افتح افتح ربي أعيننا فنرى مجد ميلادك. هيئ ربي قلوبنا فتصير مزودك. غير ربي حياتنا واقبلها هديتك. فنؤمن فنؤمن يا طفل المزود بأنك الفادي المجيد، المسيح المبارك يسوع ابن الله الوحيد. الله معنا عمانوئيل، الاسم الفريد المجيد. وندرك وندرك لولا الميلاد ما كان الصلب المرير، ولولا موت الصليب ما عرفنا الحب الكبير. هللويا للميلاد وهللويا للصليب. آمين.